تعالوا نشوف ايه اللي اتقال على الاهلي في السوشيال ميديا بالتحديد من خلال الحسابات الرسميه المختلفه. نبتدي بحساب الاهرام على تويتر واللي بيقولوا ان موسيماني يفاضل بين ربيعة ومتولي لقياده خط دفاع الاهلي امام المحل. ده طبعا قبل ما القائمه يتم الاعلان عنها. طبيعي جدا ان ربيعة هو اللي يكون اقرب انه يكون متواجد في القائمه لانه هو الاجهز، لان متولي كمان لسه راجع من اصابه كانت طويله شويه. فالمنطقي جدا ان طبيعه هو اللي ربيعة هو اللي يكون موجود في القائمه، وربيعة عنصر مهم جدا بكل تاكيد. تعالوا ناخد خبر اخر وخاص بالوطن سبورت واللي بيقولوا عاجل قرار جديد من مدرب الاهلي ضد طاهر محمد طاهر. ايه هو القرار؟ انت بقى لما تقرا العنوان كده، بص بقى، انت لما تقرا العنوان للوهله الاولى تروح قايل يا نهار اسود، ده في كارثه. ده الراجل قرار ايه؟ قال لك امشي بقى طاهر، انا مش عايزك يا اخي، امشي بقى، انا خلاص اخدت قرار الراجل ده يمشي. اول ما تقرا العنوان كده، صح ولا غلط؟ صح. ها، عارف بقى العنوان فيه، عارف المتن فيه ايه؟ هو ده عنوان عشان يشدك كده، يقول لك تعالى اقرا الخبر، خلي بالك، خد تعالى اقرا الخبر. اقرا بقى متن الخبر، يقول لك مش موجود في القايمه. اه والله زي ما بقول لكم كده، هو الموضوع ماشي كده، ان القرار الجديد وعاجل ان طاهر مش موجود. هم كاتبين القايمه حتى ما تطرقوش لطاهر في الموضوع خالص. فعادي مفيش مشكله. بس انا بحب دايما اجيب الاخبار زي دي عشان اقول لحضراتكم الامور تبقى ماشيه ازاي. في ناس دايما بتهتم بالحاجات اللي زي دي يعني. طيب، هنا المصري الرياضي على تويتر بيقولوا ان الاسباب الحقيقيه وراء استبعاد كهربا من قائمه الاهلي، وبيتكلموا في جانب يعني ممكن يكون اقرب للحقيقه، يعني عشان الناس تفتكرش انها بقى ان احنا بنحاول نجيب الاخبار نقعد نقول لا غلط وصح وكلام، لا ده خبر قريب شويه من الحقيقه يعني. بيقولوا ان في بعض الجوانب والنواقص اللي ممكن يكون كهربا محتاجها، الموسيماني بيتكلم فيها مع اللاعب، واللاعب بيشتغل على انه يحقق اهداف المدرب او يوصل للصوره اللي المدرب عايزها عشان يتشارك في المباريات. الموضوع بسيط، مفيش اي حاجه خالص. فده خبر جيد او خبر يعني فيه مصداقيه بنسبه كبيره جدا جدا يعني. خلينا كمان نروح لليوم السابع، وموسيماني يحتوي، خلي بالك، احتواء موسيماني غير احتواء اي حد تاني يعني، عشان دي حاجه مهمه برضه. فموسيماني يحتوي حزن الشحات بعد استبعاده من المنتخب بكأس العرب. الشحات كان موجود في القائمة الأولية المبدئية لكأس العرب اللي تم الإعلان عنها من حوالي 3 أسابيع تقريبا أو أكتر، وكان موجود اسم حسين الشحات، لكن الراجل ما استبعد حسين الشحات من القائمة. ودي طبعا من ضمن المفاجآت الكبيرة، لأن الشحات لعيب مهم ومؤثر جدا. لكن في نفس الوقت موسيماني يعني اتكلم مع الشحات طبقا للمكتوب في اليوم السابع، إن يعني ما تزعلش ولسه الفرصه قائمه ان انت تبقى موجود في المنتخب قريبا باذن الله. واكيد في اهتمام كبير من جهاز المنتخب بحسين الشحات، وعلى غرار يعني حسين الشحات في عدد كبير جدا من اللعيبه اللي تم استبعادها من قائمه المنتخب. يعني عندك عبد الله السعيد، رمضان صبحي، طارق حامد، ابو جبل، في اسماء تقيله تم استبعادها من القائمه. فاكيد وجهه نظر فنيه وفي رؤى معينه ما بيحاول ينفذها كيروش. تعالى بقى للخبر ده اليوم السابع، الاهلي يحسم عروض الشتاء بعد معسكر الامارات، واقرا التفاصيل. طيب، قرينا التفاصيل، قال لك ان الاهلي جاله بعض العروض لبعض اللعيبه. كل اللي اقدر اقول من ضمن يعني الناس الموجودين في المتن بتاع الخبر، ديانج، افشه، بعض اللعيبه الاخرين يعني. فبالتالي كل اللي اقدر انا اقوله لحضراتكم ان ايه؟ القوام الاساسي مش هيكون فيه اقتراب منه. اللعيبه الاساسيه اللي هي مثلا زي ديانج، افشه، الناس اللي زي كده، دول اللي بيعتمد عليهم اعتماد كلي مستر بيتسو موسيماني، مفيش اقتراب منهم في يناير خالص. محدش هيطلع في يناير خالص. ليه؟ لان الاهلي مش فريق اللي هو عنده لعيبه بيستثمر فيها، لا، الاهلي موجود اللعيبه دي عشان يجيب بطولات وفرح جمهوري، هو ده هدف الاهلي، ده اللي بيشتغل عليه الاهلي دائما وابدا، هتلاقي الاهلي بيشتغل كده. وارد ان في السيف الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل، متغيرات كتير جدا في الكوره، ممكن يجي لك عرض كبير يتوافق مع الاهلي، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، ممكن الاهلي يرفض تماما حد يمشي برضه، ممكن يبقى في وجهه نظر اخرى، الله اعلم. لكن لحد يناير وارد تلاقي بعض اللاعبين يطلعوا اعاره اللي ممكن يكون موسيماني شايف ان هو مش هيستخدمهم كتير، وارد على حسب برضه. لكن بالمناسبه لو في عروض لقفشه او ديانج او اللعيبه الثقيله اللي زي دي، كل لعيبه الاهلي تقيله بصراحه، لكن قصدي اللعيبه اللي بتلعب بشكل اساسي يعني، لو في عروض فمفيش اي عروض رسميه. تاني باكد لحضراتكم، مفيش اي عروض رسميه، ممكن عروض شفويه، الاهلي ملوش دعوه بالعروض الشفويه دي، ما بتمشيش معاه، ملوش دعوه بالموضوع ده،
هتجيب لي عرض رسمي ممكن افكر واتناقش. لكن انا بقول لحضراتكم الشتاء في الصيف سوري عفوا في الشتاء في شهر واحد مفيش حاجه، في الصيف بقى الكلام ممكن يكون مختلف، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل ساعتها. يعني ده فيما يتعلق باخبار النادي الاهلي على السوشيال ميديا، واتكلمنا مع حضراتكم فيها بتفاصيل كتيره جدا. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل، يلا بينا.